تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بأن تكون كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت حول برنامج عمل الحكومة محل تقدير واعتبار من الحكومة وضمن أطر تنفيذ البرنامج. جاء ذلك في تعقيبه على كلمات وملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، كما أبدى ترحيبه بمن كانت له أي اعتراضات على البرنامج، معتبرا أن ذلك يعبر عن الديمقراطية. اللي أنا أريد أن أؤكد عليه إن أنا تابعت بكل الاحترام والتقدير كل الملاحظات التي أبدتوها فيما يخص برنامج الحكومة، وأتعهد قدام حضراتكم بأن كل التوصيات والملاحظات التي أثيرت سواء من اللجنة أو النهاردة في نقاشات حضراتكم إنها ستكون محل تقدير واعتبار من جانب الحكومة، وستكون ضمن أطر تنفيذ البرنامج إن شاء الله في خلال الفترة القادمة.